إبليس إبليس أنا إبليس سيد المطرودين المخذول الذليل أنا من حضرة العرش طرد فأهبط بي إلى الحضيض حضيض الدنيا حضيض الدنيا والكون أنظرتني يا رب إلى يوم الدين فاسمع يا آدم يا أبا البشر لن يقر لي قرار حتى تبدل هذه الأرض غير الأرض لأغوين بنيك ولأقعدن لهم الصراط المستقيم إن مصارع بني آدم في جهلهم الجهل له عذب يا كبير أصنام هذا البيت أنت الذي تلي في مقامك مقام النمرود آجل قل من أنت من أنت تكلم وأي شر تضمر لبيت الأصنام هذا لا لا كانت أرض بابل مقر حكومة النمرود بن كوش من أكبر الممالك في تلك الحقبة ولكن في القرن الرابع قبل ميلاد المسيح عليه السلام اختفى اسم بابل من سجلات التاريخ ودفنت المدينة نفسها تحت وابل من الرمال والركام أما سكان بابل فكانوا يعكفون على عبادة الأصنام ويعدون حاكمهم النمرود إله الآلهة جمعا يا أهل بابل يا أهل بابل فقد كان عندي إله أنفض عنه الغبار وذات يوم أصابت عصا من فضة الحنون هذا الإله فكسرت رجله من غير قصد وأورثتني لعنة أبدية أخبروني ماذا أفعل الفرد لي ولأبائي صار مكسرا كما ترون أمامكم هيا أفسح الطريق أفسح الطريق ألا ترون أن عقدة حظي العاثر ستفك على يدي صانع الآلهة وناحت الأصنام هذا شيخ بابل المرشد وكاهن بابل الأعظم فإذا قبضت أنامله الساحرة على الإزميل ونحتت صخور البوادي رأيتم الخير وافرا وانقشعت السحب الداكنة وانجلت عن سماء بابل وأور الصافية أوليس آزر هذا الذي يخط دائما بقلمه على هيكل إله من الآلهة ولأجل هذا اصطفاه وأكرمه إله الآلهة نمرود دون سواه؟ هذا الصنم يداي لا تصنعه وإنما هو صنع المدعو أوبس واضح أنك شاعر لا يذهب الإحسان إليه سدن وأرى أن النحاتين البارعين سينحتون لك دون أجر ولا منة أيضا إلها يليق بكلماتك المنتقات بدقة تنحوا جانبا احنوا رؤوسكم تنحوا جانبا احنوا رؤوسكم تنحوا جانبا أدوا الاحترام أدوا الاحترام إلى ما تنظر إنك تنظر إلى نمرود ما عرف يوما قدري أنا أوبس لطالما كانت أصنام آزر أعز على قلبه وأحب إليه
سارة. ما الذي يريدونه منه النمروديون؟ ما هو الأمر؟ أبى إبراهيم أن يسجد. من؟ ابن أخي آزر النحات المشهور. أبى إبراهيم أن يسجد فأخذوه يا أبي، قبض عليه. إنهم يقتادون من أبى أن يسجد. لوط يا بني، ألم ترى إبراهيم؟ قبضوا عليه. هذه الحفرة المظلمة أحب على قلبك من بيت عمك آزر؟ كيف أسجد بين يدي عبد هو نظيري في الخلق وهو عظم يكسوه لحم؟ اصمت يا إبراهيم، إن صياط كلامك اللاذع تثير ريبة النمروديين، كن على حذر وإلا عجز عمك آزر عن أن يشفع لك عند الناس هؤلاء. لما أرغمت ابني على نحت الأصنام يا آزر؟ أفضيت لي فيما سلف من الأيام بسر كبير، وهو أن لك ابنا نجيبا فهيما، فأرغمته كما أرغمت أولادي على أن ينحت صم الصخور. يا لروعة هذا الذي تنحت، ليت أباك طاروخ حي ليرى مقدار براعتك في نحت الصخور. أنت أفضل من جميع أبنائي، أنت نحات موهوب. انحت انحت فأنت بلا شك خليفتي من بعدي. ما الذي فعلته؟ ما هذه التماثيل التي أنتم عليها عاكفون؟ نحن نعبدها. الحجارة؟ تعبدون أوثانا تنحتونها بأيديكم، أهذا ما تقوله؟ كن عضدي وسندي في الآتي من أيامي، ولا تفضح عمك آزر. لن تنحت أبدا بعد اليوم، ولكن تبيع، تجول بالآلهة في أسواق بابل وأمام الناس لبيع الأصنام. لدي آلهة مصقولة ملونة، بعضها بثمن بخس وبعضها فوق ذلك، لا تنفعكم ولا تضركم. ما أيسر ما تدفعون لتشتروا آلهتكم. تعالوا واشتروا مني، تعالوا هلموا واشتروا آلهة مصقولة وملونة، تعالوا. هلموا واشتروا آلهة مصقولة مطلية بالألوان.
لي حق الأبوة في رقبتك يا إبراهيم، لقد ربيتك بعشق وحنان وبحب، لطالما منيت نفسي بأنك ستكبر وتصبح سيد هذه الصنعة، فلا تكن سبب زوالها. اعمد إلى نحت هذا الصخر الأصم، انحته جيدا، انحته بذكاء وبلطف وبطيب خاطر أيضا بني، انحت بيديك الصلبتين كل هذه الصخور الصلدة القاسية واجعلها كما أريد ناعمة طي علينا، اصنعها بيديك الصلبتين هاتين. ومن صنع هاتين اليدين؟ لقد اشتريتك من آزر ودفعت فيك نقودا كثيرة، لذا اعلم ان لا حول لك ولا قوة من دوني، انا ربك، عليك ان تنحني امامي، يجب ان تقر بذلك، ولو كنت اله البابليين لن تكون الهي. اسجد لي، قلت لك اسجد. ما هذا يا إبليس؟ إنه عرش النمرود العظيم. هذا ليس عرشا وإنما هو الجهل، النمرود لا يتربع على عرش وإنما على أريكة جهل البابليين. أنت حذق لكن ليس بالقدر الكافي لتعي حقيقة جهل أهل بابل. طالما أن هؤلاء القوم يتخبطون في جهلهم، فيمكن لحكمي أن يتجاوز مدى سلطان آلهتهم. إذن أبقي عبادك في جهلهم. أنك حر طليق. حبسني النمرود بظلمه وأطلقني آزر بشفاعته. ألا تخشى أن أكون عينا لنمرود عليك؟ عيون النمرود ليس في قلوبهم رحمة يا سارة. وما يدرك أن في قلبي رحمة يا ترى؟ لا يأخذ النمروديون بأيدي الضعفاء من الخلق. آه كم أنت رائع يا آزر، هاتان الكفان اشترحتا معجزة، فلو رأك النمرود لطار عقله ولنسي أنه إله الآلهة. اسقلوه بسرعة. لوط، أين إبراهيم؟ قصد الجبال منذ أيام ليتفرغ للعبادة. يتفرغ للعبادة؟ العبادة، ولكن ماذا يريد؟ إبراهيم ابن أخي صحيح، لكنه ليس مثلي. سأقصد المزرعة، علني أجده هناك وأكلمه. أنت عينا نمرود يا هارباك، سبق ووعدتني بأن يصير آزر مغضوبا عليه في هذا البلاط لا مرضيا عنه.
وسبق أن وعدتني بأن الصنم الأكبر الذي نحتته يدا آزر لن يدخل بيت الأصنام، وأن تمتدح الصنم الذي صنعته أنا في حضور النمرود. صعب ما تطمح إليه أوبس، لقد خص حاكم بابل العظيم آزر بشرف صناعة آلهة هذه البلاد في نفس اليوم الذي طردت أنت فيه من هذا البلاط، وبالطبع فإن هذا الشرف بات يثقل كاهله. لا يا هارباك، ليكن في علمك أني إذا أطلعت النمرود يوما على ما شاهدته بعيني فستكون أيامك هنا عصيبة. إياك أن تهددني أوبس، فلو تطلب الأمر سوف أدفنك حيا، فلا تعود ترى أو تسمع. لم يفتني التفكير في ذلك. لذا أطلعت بعض من أثق به على سرك وأودعته التفاصيل. إذا قتلت أنا يوما بشفرة سيفك فسيأخذ هو على عاتقه مسؤولية إعلام النمرود بالأمر. لا يمكن مطلقا أن أنسى يوما قصدت فيه تلك الغابة للتنزه، فوقعت عيناي بين تلك الأشجار على جواد ومهر جامحي. فليكن، صنم آزر لن يدخل بيت أصنام بابل وأنا في البلاط. والآن انصرف أوبس ولا تعد. موافق أنا يا هارباك، سوف أفعل. هارباك، أوبس النحات هدد بأن يفضح سرنا أمام النمرود إلا إذا أقصيت خصمه الأول آزر وأبعدته عن البلاط. إذا ما كشفنا فسنقتله أولا والنمرود بعدها. يا إلهي، إني نظرت في أحوال هؤلاء القوم فرأيتهم يعبدون أوهاما، يصبون سرابا. اسمع، أيتها الأجرام الساطعة، يا معبودة الخلق أجمعين، أيتها النجوم المتناثرة في صفحة السماء، أنت غدنا تملكينه كما تملكين أرواحنا وأموالنا وتملكين العالم كله. أدركينا، نحن عبيدك المطيعون. ماذا تعبدون؟ إليك عنا يا إبراهيم، فحضورك يؤذينا. أي الكواكب تعبدون يا ترى؟ أنا أرى أن أصطعها قاطبة هو كوكب الزهرة. أعبد أجل الكواكب وأشرقها في هذا الكون. ما الذي حل بإلهي الزهرة؟ ما لها أفلت وخب ضوءها قبالة ضوء القمر؟ لا، لن أعبد الزهرة بعد اليوم، فقد غدا القمر إلهي، إنه أكبر وأسطع. ماذا تريد من عبيد الكواكب هؤلاء؟ أغرب عنهم، أغرب عنهم، أغرب عنهم. أنا أيضاً عبد مثلهم، النجوم أفلت وأفل القمر أيضاً، لكن الشمس البازغة لابد أن تسود الخلق. إليك عنا، ابتعد.
ابتعد، دع عبيد الكواكب وشأنهم. أرى أن الشمس قد أفلت كالزهرة والقمر. يا قوم إني لا أحب الآفلين، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يا قوم إني بريء مما تشركون. إن الله تعالى حي لا يموت. لا بد أن أعثر على آلهة جديدة. يا إلهي إن قومي جميعا أطاعوا إبليس الرجيم فعبدوا كواكب السماء. ها؟ انظر، سأقوم بذبحه قربانا للآلهة ولأفتدي غضبها أيضا، لأنه أطاح بقدمه الصنم وكسره. كان يلعب ويلهو فأصاب الصنم الأكبر برجله اليمنى فوقع أرضا وتحطم. أي إله هذا الذي يعجز عن الدفاع عن نفسه؟ ولد صغير يطيح به؟ لست أدري أيهما ربي، أهو الصنم المحطم أم هو ولدي الذي حطم ربي؟ أذعنت كل الكائنات أنك أنت الله صانع الأكوان. لا ريب أنك محدث هذا الوجود. أنت في كل مكان، حاضر حاضر ناظر. فمتى يماط اللثام عن جهلهم يا ترى؟ أنا موقن أنك كائن وموجود مقتدر. ربي أرني أرجوك أنك ترى مقامي وتسمع كلامي. ربي أرني من فضلك، ربي أرني من فضلك. أرأيت كيف أنه لم يستجب لدعوتك؟ أعني، اللهم أعني على ألا أعينه. إبراهيم، أنا جبرائيل حامل الوحي الإلهي. إن الله جعلك للناس إماما لتكون بشيرا ونذيرا ولتهدي من أشرك بالله إلى صراط مستقيم وليستبين للمنكرين أن لا إله إلا هو الفرد الصمد. انتبهوا انتبهوا جيدا، بهدوء بهدوء. قربوه إلى هنا بهدوء على مهل. بهدوء، انتبهوا، إياكم أن يقع. الويل لك، سوف أهد قصر النمرود على رأسك هارباك. رسول الله الأحد إليكم جميعا. يا سكان بابل،
إبراهيم. أي فكرة تجول في رأسك؟ رأس مليء بالأحلام، رأس متمرد دائما. أتود رؤيتي ألتمس أنا ألتمس، أو تود رؤيتي أنوح؟ إن حياتي وعائلتي الهانية لن تكون ألعوبة بين يديك أيها النبي. بعد 3 أيام يقام احتفال تكريم الآلهة، إنه يوم ميمون، وأترقب حلول هذا العيد بفارغ الصبر وأعد الأيام والليالي، فلا تنغص علي. آزر، اسمع كلامي جيدا، إني سائلك عن الأصنام التي تعبدون. أيسمعونكم إذ تدعون؟ أو ينفعونكم أو حتى يضرون؟ نعبد أصناما نظل لها عاكفين، وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، ولو كانت جمادا بلا حياة سنبقى نعبدها على الدوام حتى نهاية البشر. هل رأيتم ما كنتم تعبدون من أصنام؟ أنتم وآباؤكم وأجدادكم الأقدمون، فإنهم عدو لي إلا رب الكون العظيم الذي خلقني فهو يهديني، والذي هو يطعمني ويسقيني، وإذا مرضت فهو يشفيني، والذي يميتني ثم يحييني من جديد، والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين فهو الغفار الرحيم. إنه قادر على كل شيء. أود أن أختلي بنفسي. غادر هذه البلدة على الفور أرجوك. ارحل. هارباك يخون إله آلهة بابل. إنها كذبة، كذبة. إنه يكذب. هذا الرجل يقول كذبا وهو مخادع، ويجب طرده من البلاط. أقسم إنه متآمر. أخرج من هنا أيها الملعون. سأنصرف أيها الوزير المعظم، لكنني أولا سأكشف عن سر الخيانة الكبرى بوجود إله بابل الأعظم، وكذلك سر تلك الغابة الخضراء. أقسم برب آلهة بابل إني سأقتلك. ارمياه خارجا. لا أيها النمرود الأعظم، اقتلني إن شئت، لكن دعني أفصح لك عن السر الذي في صدري. حسنا اتركه. إنه مجنون، يحمل في صدره نزعة الثأر، وسره ليس سوى الإساءة إلى حرمة الحاكم. لا يوجد به علة سوى كره مولاي النمرود له. في ذلك اليوم المشؤوم قررت التنزه، فخرجت إلى الغابة. رأيت فرسا ممشوقة القد كشجرة السروي، لم تكن الفرس غير سيدة بابل تختلي بهذا الحقير بين الأشجار. لقد خانتك زوجك انتقاما لدم أبيها، ولأجل أن تطيح بعرشك وبمملكة بابل ويعينها في خطتها هارباك. لقد خاناك يا نمرود، فلا ترأف بهما، لا ترأف بهما أبدا. لقد سمعتك أوبس، انصرف. هيا. انصرف. يا رب الآلهة، يا رب الآلهة. لا دخل لي في هذه المؤامرة،
لا دور لي في هذه اللعبة. ماذا يجب أن أفعل الآن؟ ماذا أفعل؟ ماذا أفعل؟ هل أحاول الفرار؟ ستنهي اللعبة. يجب أن تنهي هذه اللعبة يا هرباك. أوبيس فضح سرنا يا امرأة. إذا أردت التملص مما وعدت به هرباك، فسأجعل النمرود يقتلك بحيلة أدبرها أنا. أحضر السيف. اهرب عني. أردت أن تنتقمي لوالدك وعشيرتك؟ خذي، اقتليني الآن. خذيه واقتليني. لا 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 أيها النمرود العظيم، اعف عني، فأنا لا أزال أنفعك. وإذا كانت بابل لا زالت تطيع أمرك، فلأني أنا ذللت لك رقاب أهلها بحكمتي وحنكتي. إن قتلي سيزلزل أركان مملكتك. لا تخذلني، أتوسل إليك. سأعف عنك لأن بابل لا تزال تحتاج إليك. استبدل ثيابك يا صعلوق، فأنت ما زلت وزيرا. أشكرك. قم قم. لو كنت مكانك لما أخذتني الرأفة بأوبس مطلقا. ذاهبون إلى المجمع. أولا تريد مرافقتنا؟ ربما سارة ستكون معنا. سأبقى هنا. لوط اخرج معهم. ولكن انها مشيئة الله. اخرج معهم، سأكون بخير. الرحمن الرحيم. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. يا كبير أصنام هذا البيت، أنت الذي تلي في مقامك مقام النمرود آجل. وما الذي أدراكم أني أنا من حطم هذه التماثيل التي تعبدون؟ الشخص الوحيد الذي لم يغادر المدينة للمشاركة في المراسم سموك. إبراهيم ابن أخي آزر نحات الأصنام المشهور.
ثم إن سكان بابل رأوه. هل هذه الفأس هي فأسك يا إبراهيم؟ أعطني الفأس فلتقطع اليد التي تطعن نفسها بنفسها من دون خوف، حتى ولو كانت من نسل آزر النحات. قال لي آزر إن البابليين وجدوا فأسا معلقة على كتف كبير الأصنام. أولا تظنون أن كبيرهم هذا هو الذي حطم آلهتكم؟ اسألوهم وليجيبوكم إن كانوا ينطقون. الكل يعلم ويدرك بأن الآلهة لا يمكنها النطق، كما لا يمكنها القيام بأي حركة أبدا. أجل أعلم إنكم تعبدون آلهة لا ينطقون بشيء أبدا، وتعكفون على منحوتات لا تملك لهذه الديار ولا لأهليها نفعا ولا ضرا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مأثوما. أف لكم ولما تعبدون من دون الله. إذن صحيح أنك تزعم النبوة يا إبراهيم. أجل. هذا يكفي. هرباك، اكتب العقاب التالي على لوح الخارجين على قوانين النمرود: فلتضرم نار يرتفع لهيبها الى السماء، واكثر من الحطب، وليحرق فيها النبي المزعوم. سمعا وطاعة يا سيدي. وسيحضر مراسم الحرق اهل مدينتي بابل وأور جميعا. مرحبا أوبس، ها أنا ذا صريعك آزر. سوف أبيع محترفي. لم يعد لديك منافس، احترق رأس مالي. لم أعد مفيدا ولا مطاعا أيضا، شفاعتي لم تعد تنفع. سقطت من عين النمرود، إنه دورك الآن لتنطلق في النحت. أوبس، you
حسنا يا إبراهيم، أخبرني أين هو ربك الآن ليستنقذك من سعير هذه النار الحامية؟ أين هو؟ إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد. تخلقون إفكا كما أراكم، وتعبدون من دون الله أوثانا تنحتونها بأيديكم أنتم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق أيها القوم، اعبدوه واشكروا له، اعبدوا الخالق الواحد وليس المخلوق. سيد النمرود، ألسنة النيران مرتفعة، فكيف نرمي محطم الأصنام فيها؟ المنجنيق، المنجنيق. تمهلوا لحظة. أنا أيضا أريد أن أحرق معه. قلت إن المرأة مخلوق سماوي، وقلت يجب تكريم الأمهات. إن الأصنام التي تعجز عن أن تقي نفسها ليست آلهة. أنا سارة أعبد الله الذي تعبده أنت يا إبراهيم. حرقوني أسوة به فإن عندي فأسا مشابها. هذه المرة سأهشم صنم النمرود وأحطم عرشه ومرابعه بيدي هاتين. تعالي. لا، أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك. أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك. إن الله يكفيني يا رسل الله، فهو نعم المولى ونعم الوكيل. Thank you.
الله أكبر. إن الله ربي خالق السماوات والأرض، لم يلد ولم يولد، يحيي ويميت ويميت ويحيي، هو الرحمن الحليم الكريم. الحياة والممات في قبضته، وهو أكرم الأكرمين. آمنت بربك يا إبراهيم، آمنت بربك يا إبراهيم. بأمر من إله الآلهة أحضر اثنين من المحكوم عليهم بالموت، سنقصد السجن، وليأتي معنا محطم الأصنام. فكوا وثاقه. أطلقوا صراحة، اتركوه. فكوا وثاقه. أنت نبي ذلك الإله الذي لا يرى بالعين، والذي لا يحتاج إلى من يحرسه ويحميه أيضا. إبراهيم، أقسم إني قد آمنت برسالتك، فاطلب المغفرة لي. عشت في الظلام، وعندما خرجت إلى النور أرأيت كيف أمت واحدا وأحييت آخر مرة أخرى. أيها الظالم، إن ربي لهو الأعلى، فالشمس والقمر والكواكب مسخرات له، فإن الله يخرج الشمس من المشرق، فأتي بها أنت من المغرب إن كنت صادقا. كف عن الكلام وارحل على الفور. بابل لا تريدك، اخرج.
أنت رب الأرض، أخرج لمحاربة رب السماوات. لا تتركوه يسرح بأرض بابل، سوف أصعد للتو إلى أعلى برج بابل لأحارب إله النبي المزعوم. أنت رجل فطن يا هرباك، وما قلته صحيح. لقد فكرت بهدوء في قولك، حين قلت لي إنك أحد دعائم حكومتي. اليوم بلغت قمة البرج لأثبت للبابليين مبلغ قوة المطلقة، ولأرمين بسهم أقتل به إله إبراهيم، وأقود دعائم مملكته، وأتخلص من الخوف الذي أشعر به. الوزير السابق طماع كان يصبو إلى ملكي، وأنت كنت القائد المغوار. كشفت خدعة الوزير ووضعتك مكانه بكل ثقة ومستأهلا، لكنك ربما لم تكن تدرك أنك تسلك طريقا مسدودا، فارتكبت خيانة عظمى سوف تعاقب عليها. عذرا سيدي، إلى ما ترمي بقولك هذا؟ النمرود جبار ومقتدر، لا يحتاج إلى وزير، إنه مرتفع، مرتفع جدا فوق هذا البرج. كيف لهرباك أن يودع آلهته؟ أرجوك أتوسلك أعف عني مولاي. لا 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 أريد أن أموت، سامحني يا إلهي. لا 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 لا. فليدركني أحدكم. أنا الذي كفلت إبراهيم وربيته أيضا. تب إلى الله، إنه يحب التوابين يا آزر. اسمع، قل لإلهك الواحد إن آزر هو عمك الذي رباك، اسأله أن يغفر لي ذنوبي بذلك. اتبعني يا آزر. اذهب ودعني هنا. اذهب واستغفر لي ربك. لا 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 لا
هيا انصرف يا إبراهيم، انصرف واستغفر لي ربك، من فضلك انصرف. وتفنى آلهة بابل، النمرود الجبار العظيم وقع صريع بعوضة صغيرة وتافهة. ساعدني. أصبحنا من المؤمنين برسالتك، لكنه يستحي من الحضور بين يديك، فبعثني إلى هنا. إنما بعث رحمة. إنني لا أستحي من السؤال، ولكن سأسأل. في الحقيقة أنا أريد أن أخطب ابنتك. أريد من يعينني في تبليغ الرسالة، أتقبل؟ قبلت. سأغادر ديار الشرك هذه، إني مهاجر إلى رب خالق الكون، إنه هو العزيز الحكيم. إلهي، أدم ذكر محبتي على ألسنة الخلق جيلا بعد جيل، واجعل كلامي مستساغا طيبا. ربي اغفر لأبي، إنه كان من الضالين. لقد وعدني الله تعالى بأن يجعل من ذريتي أنا أمة مسلمة،
وأن يكون في عقب أنبياء مطهرون. فلما بلغت أورشليم مهد الأنبياء دخلت إلى حبرون واتخذت دارا ومزرعة. كانت هاجر شابة وكنت بلغت من الكبر عتية، وكذلك سارة، وسارة هي التي أشارت علي بالزواج من هاجر. سلام سارة. إبراهيم، ترى ما الذي ينقصنا؟ لا شيء. ألا تود سماع صوتي؟ أسمع ماذا؟ صوت طفل يبكي. أسمع صوت طفل يبكي. تدركين أنني أحبك حتى من دون طفل يبكي يا سارة؟ نسل الأنبياء يجب أن يستمر دوما. إني زوجة عاقر لا تنجب، ذرية إبراهيم لن تكون مني، سأهبك جارية هاجر، فذرية إبراهيم خير الخلق. إبراهيم أرجوك يا نبي الله، إن العقب حق للأنبياء، وما يجمعنا هو الحب الصادق الخالص، وأنا أحبك يا إبراهيم. لا تطلبي ذلك. بلى سأطلبه. الآن أدركت لما بشرني جبرائيل عن الله سبحانه بأنه سيجعل من ذرية أمة مسلمة، وهذا وعد الله. سوف أخبر هاجر بالأمر إذن. رأيت البارحة في الرؤيا جماعة من الرجال يأتون الفاحشة فيما بينهم. كانت أرضا سوداء كالحة وأهلها أشد سوادا. أعلم ذلك. لقد اصطفاك الله وبعثك إلى قوم سدوم الفاسقين الفاجرين لتحضر بلدتهم وتنهاهم عن الفحشاء والمنكر. هذا كلام الوحي. سدوم.
وبهذا بعث لوط كما بعث عمه إبراهيم من قبل لتبليغ الرسالة. قلت لهاجر بما اتفقنا عليه. وجوابها؟ انقلبت نار النمرود روضة خضراء بإذن ربي، دعوت الله أن يرزقني ولدا نقيا يخلفني من بعدي ويكون نبيا، ولدا يكون خير عباد الله من عقبه هو. إسماعيل الجد الأكبر لخاتم الأنبياء أحمد. والدي هو إبراهيم ابن تارخ، تارخ ابن ناهور ابن ساروج ابن رعو. أحسنت اسمعي. رعو ابن فالج، فالج ابن عابة، عابة ابن ابن شالة، شالة ابن أرفكشان، وأرفكشان ابن سام، وسام ابن نوح نبي الله. هذا اسم والدي. أحسن. <تصفيق>
قولي ماذا تفعلين؟ أعبئ الجرة لأطهر البيت. لست بحاجة أبدا إلى عونك ولا إلى طهارتك، مفهوم؟ أنا لا أريد جارية. أنت لست جاريتي، أنت زوجة النبي إبراهيم، زوجة النبي إبراهيم. هل تخليت عن حبي؟ اليأس خدعة الشيطان وباب الخضوع أيضا، أما الحب فهو مادة وجودي أنا وعنوان رسالتي. سارة، إن نار الحسد أشد حرا من نار النمرود 100 ضعف، فلتكن روضة. لا أريدهما هنا. إن هاجر زوجتي وإسماعيل ابني يا سارة. لا لا يا سارة، لن أفعل ذلك أبدا. يا إلهي، إن إبليسا المطرود من ساحة رحمتك يعير نبيك، وأنا أعوذ بك منه. إبراهيم، أخرج ابنك إسماعيل وزوجك هاجر من أورشليم، وأسر بهما إلى الحجاز أرض العبادة، والله تعالى حافظهما من كل سوء ومكروه. آن أوان الوداع، إنها مشيئة الله أن تسكنا هنا وأنا في حبرون. أي معصية تلك التي استحققنا معها هذا العقاب؟ هذه أرض الصفا، والتلة هناك هي المروة. أطلعني على ذلك جبرائيل، وحي الله. لكننا سنهلك في هذه الصحراء الموحشة، ارحم ولدك يا نبي الله. انظر حولك، لا زرع ولا ماء. رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله. ربنا، إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. ربنا
ليقيموا الصلاة، فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. إنني ها هنا، إنني هنا أسمع، أنا أشعر بك. بالنسبة إلي أنت أقرب من الوريد، أشعر بالقوة الملكوتية. إسماعيل، أتحرق شوقا إلى رؤيته. إسماعيل، إنه لأعز من المهجة، بلغ مبلغ الرجال. عد يا إبراهيم إلى أرض الحجاز ثانية، وهيئ ولدك إسماعيل للذبح. أو أفعل كما فعل الكنعانيون، حيث ألقوا بالبكر من أبنائهم في سعير النار ليفدوا أوثانهم؟ أيراد بي أن أذبح فلذة كبدي؟ يجب أن أذهب الآن، فلقد نوديت. الناقة عند الباب هيئت للسفر. سأنتظرك. Thank you.
مرحبا بك. أي الأماكن هذا؟ قبيلة جرهم. أمسافر أنت أم من الرحل؟ أنا مسافر. أمي، جاءنا ضيف. إبراهيم. هاجر. إسماعيل بني، لقد أصبح رجلا. قبيلة جرهم تفخر بورودك عليها. كيف كان الجرهميون معك ومع إسماعيل؟ لم أعرف قبيلة خيرا من قبيلة جرهم، لقد كرمونا، هم موحدون أيضا. لم أدري ما حل بكما مذ أن تركتكما في هذا الوادي غير ذي الزرع، لكنني كنت مؤمنا جدا من رحمة الله ربي، لأن هجرتكما كانت بأمر من عنده هو. لقد مرت سنوات سوداء على تلك الأيام، أنا وولدي وحيدان أعالج الظمأ وتلفحني صياط شمس الحجاز، أسعى رواحا ومجيئا بين التلة المسمات الصفا والأخرى المروة، ومعي طفل على شفير الموت.
إن هذا الماء الذي تشرب يا نبي الله إنما هو من بئر زمزم. غدا يوم تقريب القربان للرب، سأنتقي أحسن كبش من بين القطيع للذبح يا والدي. إن القربان قد اختير للذبح في جبل منى. ودع أمك هاجر يا إسماعيل. سنشد رحال السفر. إسماعيل. أبتاه، ماذا تقول في رؤى الأنبياء؟ رؤى صادقة. لقد جاءني ملك الوحي في الرؤيا وفي عالم الشهادة آمرا ومبلغا عن الله تعالى لأن نقرب له قربانا. إسماعيل بني، سأخبرك بما رأيت. رأيت في المنام أني أذبحك، فانظر ماذا ترى. ما أمرت به ستجدني من الصابرين. أبدي توكل على الله واصبر. أبتاه، حمر وجهي وشد وثاقي واشحذ سكينك ليكون أهون علي، فإن الموت شديد. وبلغ أمي عن السلام وقل لها إني أسلمت وجهي لله طائعا غير مكره، رضا بقضاء الله وحكمه، رضا بقضاء الله يا نبي الله. لأنت يا نور عيني نعم العون، على أمر الله.
ماذا تفعل؟ ماذا يفيدك ابن مذبوح وليس عندك من يخلفك؟ تسوق فلذتك بذك إلى الذبح وتريد أن تضحي بخليفتك من بعدك. الويل لك يا إبراهيم، لا ريب أن جرهم ستتعطش لدمك. إن عار قتلك لابنك سيلحق بك دوما أيها النبي. اغرب عن وجهي، اغرب عني. على مدى الأعوام لم أكن إلى جوارك حيث أردت أن أكون. لم أحضر حين تفتح هذا البرعم الملكوتي، واليوم وجب أن ألقاك في هذا الظرف لأذبحك. لكنه كلام الوحي يا ولدي، وما كان عهدي يوما أن أعصي الله طرفة بصر. أتعي ذلك؟ قم بذبحي وأنا ساجد، ولا تنظر إلى وجهي خوفا من أن يرق قلبك المرهف، واصطبر يا أبي. يا إلهي، هذا إسماعيل قد أسلم وجهه إليك. اللهم تقبل منا هذا القربان. بسم الله وفي سبيل الله. لقد جاء أمر الله، دع ولدك إسماعيل.
فقد وهبك الله إياه. قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين. ثم عاد إبراهيم إلى حبرون ومضت السنون حتى ولد إسحاق النبي. أن تكون خليفة بني ونبي هذه الأمة، أشم فيك رائحة أحمد يا جد خاتم الأنبياء، فبلغه سلامي أبا عن جد. أبتي، وهل نقدر نحن على بناء هذا البيت؟ هذا منوط بكونك تحب الله أم تحب هذه الدنيا. بل عاشق يا أبتي، عاشق لله. نقدر على ذلك، العشق قوة أودعها الله في صدورنا، والبدن يمتثل لأوامر الروح، وروح العاشقين تفعل ما تشاء. لبيك اللهم لبيك، لبيك اللهم لبيك. وبهذا تم بناء الكعبة، ذلك الصرح التوحيدي على أيدي إبراهيم خليل الله وإسماعيل ذبيح الله. فسلام على إبراهيم الذي بنى بيت التوحيد، سلام على لوط، وسلام على إسماعيل، وسلام على هاجر وسارة، وسلام على الذين يأتون البيت من كل فج عميق يريدون أداء مناسك الحج الإبراهيمي، وسلام على خاتم المرسلين محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. لقد كان إبراهيم خليل الله ثاني الأنبياء أولي العزم، وجاء بكتاب إلهي هو الصحف، فسلام عليه ما بقي الدهر.